السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن موقع كيك للربح من الإعلانات. من وجهة نظري هو من أفضل المواقع اللي اتعاملت معاها. هنتكلم عن طريقة التسجيل وأفضل طرق للربح منه، ومعنا إثبات إن الموقع صادق بمبلغ تقريبا 241 دولار، يعني مبلغ كويس يديك ثقة إن الموقع بيدفع فلوس تقريبا حوالي 10 صحوبات. وهنوريلكوا الصحوبات دلوقتي. سنتكلم عن التسجيل الأول، ناخدها مرحلة مرحلة. ريجستر، بتكتب الاسم بتاعك، وبعدين بتكتب الايميل، بعد كده بتأكد الايميل، بعدين بندخل يوزر نيم اللي هو اسم الدخول اللي هتخش بيه بعد كده، بعد كده بنكتب الباسورد وبنأكد الباسورد، وبنكتب كود الكاباتشا زي ما هو موجود هنا، وندوس هنا انت موافق على الشروط، وندوس ريجستر، يبقى كده سجلنا. بعد كده نخش الموقع من لودن. بعد التسجيل الاسم اليوزر نيم اللي انت دخلته والباسورد، وبعدين بتكتب كود الكاباتشا ولودن. الموقع ما فيهوش اي مشكله خالص، التسجيل بتاعه دي الواجهه الرئيسيه. هنشرح اهم الحاجات اللي فيها. طبعا البانل او الرصيد اللي انت هتقدر تسحب منه، يعني ممكن انا اسحب $10 دي. هنا الرصيد اللي بتقدر تشتري منه، تأجر ريفرال، تشتري ترقيات. هنا النقط تقدر تبادلها بنقط او تبادلها بترقية. كل الحاجات دي هنتكلم عنها، بس نشرح الوجهة الرئيسية. هنا لو عامل سحب ومستنيه ان هو يتم، بيجيلك هنا ديت قيمة السحوبات زي ما قلنا ب 241 دولار. عدد الاشخاص المسجلين عن طريقي 44. عدد الريفرال المؤجر رينتد ريفرال. اجمالي الفلوس اللي انا يعني ربحتها من الموقع 741 دولار. عدد ضغطات الريفرال حوالي 485 ضغطة، 1000 يعني 485,000 ضغطة. عدد ضغطاتي انا 5000 ويعتبر 199. دي بالنسبة لأهم الوجهة. هنا طبعا يعني شوية حاجات ترقية، مثلا ده الأكونت، قصدي اللي هي الوجهة، لو عايز تضيف فلوس من هنا، عايز تسحب فلوس من هنا. طبعا في حاجات موجودة هنا برضو، عايز تضيف فلوس نفس الكلام، عايز تسحب فلوس نفس الكلام. فممكن تلاقي شوية حاجات متكررة في القايمة، مفيش مشكلة. هنا اللينك بتاع الريفرال بتاعك اللي هو الرابط للريفرال اللي هو ده، يدي الأشخاص اللي انت عايزهم يسجلوا عن طريقك. هنا طبعا الريفرال اللي انت الأشخاص المسجلين عن طريقك، دي الناس اللي موجودة مسجلين عن طريقك. هنا رينتد ريفرال اللي هما الريفرالات اللي انت مأجرها. لو عايز تأجر من هنا رينتد، أجر من هنا. لو عايز تشتري، من أنصحكش ان انت تشتري. ودي طبعا شوية حاجات هنا، يعني ديت أوردرات، دي جميع الأوردرات اللي انت بتعملها في الموقع. بتحول 2 دولار، بتعمل ترقية مثلا، بتشتري حاجة بتجيلك هنا. هنا برضو هنا الفلوس اللي احنا وضعناها، دي جميع المبلغ اللي احنا ضفناه حوالي 44 دولار حاجة زي كده. السحب هنا، الصحوبات اللي احنا عملناها زي ما قلنا حوالي 10 صحوبات كلها كومبليت، وعشان نشوفها برضو من هنا، ده اخر سحب كان 19 سبتمبر، وهنا 13 سبتمبر، وهنا 4 سبتمبر. يعني الشهر اللي احنا فيه ده 3 صحوبات لوحدين، اللي هما مثلا تقريبا ده 28 و 41، ده كان كام؟ 4 سبتمبر حاجة زي كده. هنشوف الموقع، 4 سبتمبر زي ما شايفين اهو. هنا ده سحب برضو تاني اللي هو 13 سبتمبر، عفوا 13 سبتمبر. في سحب تاني 19، ده آخر سحب عملناه. طبعا دي اخر حاجه في القائمه اللي احنا بنشرحها. طبعا في شويه نقط لازم نتكلم عنها، لان في ناس بتخش الموقع هنا وما بتعملش في حاجه. اهم نقطه في الموقع ان انت لازم تحاول تشتري ترقيه. عايز تكسب كتير في الموقع لازم تشتري ترقيه. هي الترقيه مش غاليه، يعني شوف الترقيات هنا، ترقيه ب$10. الفري طبعا ديت، يعني اللي عايز يخش فري ما نصحوش ان هو يشتري ريفرال، لان احنا هنشرح نقطة الريفرال دلوقتي. طبعا دي ترقية جولد ب10، بتقعد معاك 90 يوم، يعني 3 شهور. ترقية الكيك ب$20، الترقية اللي هي الكيك بلس ب$40، دي اللي انا فيها حاليا. نيجي نشرح بقى واحدة واحدة ايه الفرق بينهم. ان الفرق في ترقية الجولد ستاندر زي ما احنا شايفين هنا تحت الماوس، ما ينفعش انزل عليها عشان زي ما انتوا شايفين بتعمل كده،
بضغطة الريفرال في ستاندر ب0005، في الجولد ضغطة الريفرال ب001، في الاوكي 0015 سنت، في الاوكي بلس 002. طب ايه الفرق بين الثلاثة؟ هنشرحه عملي دلوقتي. هنخش في الرينتد اللي هو اللي احنا مأجرين، زي ما احنا شايفين كده اللي هي المعدل بتاعه ده يعتبر اقل معدل عندي الاثنين دول. بقيت المعدلات عندي 7 و4 و6 زي ما احنا شايفين و7، وهتلاقوا حاجات كتير كده، دي معدلات عالية جدا. طبعا احنا ايه بالنسبة لي انا اقل معدل دولت الثلاثة دول، ما عنديش معدلات قليلة غير الثلاثة دول، عندي يعتبر حوالي 8 صفح مأجرين. نشرح شرح بسيط بسرعة فرق بين الترقيات، نجيب الآلة الحاسبة كده. طبعا الريفرال لما تيجي تجدده اوعى تجدد حاجة غير التلاتين يوم، ما تجددش 15 وما تجددش اكتر عشان تكسب فلوس اكتر او عشان تستفاد اكتر، وهنقول ليه دلوقتي. دلوقتي لما نجدد للريفرال الواحد اللي هو ده مثلا بيكون ثمنه كده 163 سنت. طب عايزين نعرفه ده كسبان ولا خسران. بالنسبة للترقية الجولد اللي كويك بلس اللي انا فيها، نشوف ده ثمنه، هنعمل ايه؟ هنعمله على ثمن الضغطة اللي هي قلنا ايه كده اللي هي 0.2، هيدينا كام؟ 81 ضغط على 30 يوم، هيديني الافريج اللي هو ده. يعني انا ده كده ما بكسبش فيه، بس انا بالنسبة للي تحت ده كله بكسب فيه، لانه 4 و6، وهتلاقي 7 6 7، وهتلاقي في جميع الصفح كده، دول كلهم انا كده بكسب فيهم، وبكسب فيهم ممكن يعني الضعف كمان. دي نقطة مهمة في ترقية اوكي، ديت اقل يعني، لو عندك حاجة اعلى من كده تعرف في الريفرال اللي انت كسبان ما بتخسرش. دي بالنسبة لترقية اوكي بلس اللي انا فيها اللي هي ب40 دولار. طب تيجي نحسبها كده على الترقية اللي هم 20 دولار، بتبقى كده هنعملها على كده بيدينا كام؟ 108 على 30 يوم هيديك كده 3 و6. يعني انت لو عندك دور يبقى انت كده ما تكسبش من دول حاجه، لا تجدد ما تجدد لهمش، احذفهم او حاول تشتري تاني زي كده. لو انت عندك من كده يبقى انت كده بتكسب في اوكيك بلس، كده بتحقق ربح اقل من المعدل ده، يبقى انت بتخسر ما بتكسبش. طب تيجي نشرحها بقى على المعاشره وهكذا، تفضل ماشي كده 163 على كده، دي اللي هم ترقيه معاشره بيساوي كده 163 على 30 5 افريج 5. فانت لو كده بالنسبه لك لازم يبقى الافريج عندك على الاقل 6 او 7 زي الريفرات اللي موجوده عندك. فيعني النصيحه ان انت ما تعملش ترقيه ستاند او ما تخشش ببلاش وتقعد تشتري ريفرال. ليه بقى؟ بص لو انت اشتريت ريفرال من غير ترقيه، احنا قلنا طبعا ده ثمنه، على شوف بقى انت الناس اللي بتشتري ريفرال وبعد كده بتسيب الموقع ما بتشتغلش فيه، شوف هو مطلوب منك قد ايه. بص مطلوب منك الافريج ده ب10، وعمرك ما هتلاقيه هنا. اي حد داخل الموقع يا جماعه ومش هيشتري ترقيه ما يشتريش ريفرال، انا بقول لكم من البدايه اي حد داخل الموقع مش هيشتري ترقيه ما يشتريش ريفرال، عشان ما يقولش ان انا خسرت او انا دخلت موقع خسر فيه. الناس اللي بتخسر في الموقع ده ما بيكونش اشترى ترقيه، الترقيه مش غاليه بس بتكسب منها كتير جدا. دي بالنسبه انت ازاي تعرف ازاي انت بتكسب ولا بتخسر، دي نقطة مهمة جدا انا حبيت ان انا اشرح فيها، لان انا كل واحد بكلمه او بشرح له الموقع بقول له لازم تشتري ترقية. ديت اول نقطة. ثاني نقطة، النقط ديت مهمة جدا، الترقية برضو نشرح الترقية حاجة بسيطة جدا فيها، لان برضو الترقية بتديك شوية مميزات يعني كويسة جدا، مش بصرف النظر ان انت بتكسب من الريفرال بس، لا ده بتديك مميزات تانية اكتر. ايه هي المميزات؟ اولا لعبة الحظ في الترقية العادية 5، في الترقية الجولد 10، في الترقية الأوكيك 15، في الترقية الأوكيك بلس 20. طب بتعمل ايه لعبة الحظ دي؟ طب ما انا ناس كتير بتلعبها وما بتكسبهاش. هقولك لعبة الحظ حتى لو ما كسبتش بتديك قيمة إعلان بكده، يعني انت كأنك بتاخد إعلان، النقطة بتتحسب كده. طبعا انت خدت 20 نقطة، خدت 20 نقطة في الرقم ده بيديك كده كأنك خدت اعلانات كده، حتى لو ما كسبتش بتاخد اعلانات، يعني كأنك بتاخد اعلانات. طبعا هنا غير هنا طبعا بيختلف.
دي طبعا المميزه اللي موجوده، يعني ما فيش مميزات مختلفه كتير غير في زي ما احنا شايفين الضغطات. التانية مميزه في الترقيات بقى تختلف. تختلف في ايه؟ ان انت عندك دايما 6 اعلانات ثابتين، اللي ما بيعملش الترقيه الاعلان 6 اعلانات بيبقوا كده، واللي بيعمل ترقيه 10 بيبقوا هم الترقيه، ام 20 بتزيد تبقى كده 6 اعلانات. انما في ترقيه اوكي بس الاعلان بيبقى بزيرو واحد على طول. غير طبعا الاعلانات التانية بتبقى محسنه ازاي، يعني اي اعلان بيبقى مثلا الجولد 001، في الاوكيك بلس اي اعلان بيبقى 0015، اوكيك بلس 002. هنشوفها مع بعض. هنا الاعلانات، لما بنيجي نربح من الاعلانات بنبص هنا، طبعا اللي دخل الاعلانات مش هيلاقي الاعلانات زي الاعلانات من غير الترقيه، ما بتبقاش زي، يعني انا الاعلان عندي ب 0.002 وباخد عليه نقطه، النقطه دي اتفقنا انها ب 001، يعني انت كانك بتاخد الاعلان ب 003. طبعا زي ما احنا شايفين دي كل الاعلانات اللي موجوده، دي الاعلانات الثابته اللي احنا قلنا عليها، المفروض كانوا 6 بس في اعلان يعني مش موجود ب 001 على طول. طبعا انت عندك مش هيبقى فيه كده لان انت مش عامل الترقيه. الاعلان بتاخده سهل جدا، بتدوس هنا، دي طبعا الشركه المرتبه الاولى في مجال يعني في المجال دوت، في جراند بوكس طبعا، في مواقع، بعض المواقع احنا عارفينها. طبعا انت لو حابب ان انت تدي تصويت ممكن تعمل كده، بس كده انت صورت، بتدوس على الصوره المقلوبه، اعمل لك علامه صح كده انت خدت الاعلان، تمام خلاص مش عايزين الصفحه كده انت خدت الاعلان وخدت نقطه. ديت بالنسبه للاعلانات، موضوع سهل جدا مش صعب. في عندك اعلان هنا كاتب لك عليه دونت ستوب، مكتوب عليه ستوب دونت كليك، يعني ما تضغطش عليه. ليه؟ لان هم عاملين، في ناس بتخش ببرامج بتاخد الاعلانات دي من غير ما تشاهد الاعلانات، ودي بالنسبه لهم غش، فهم عاملين ديت عشان لو ده حد داس عليها بتخصم منه 004، بتخصم يعني حاجه زي كده، يعني تخصم منه 004 ونقطه، عاملين لك عليها سالب تحت، يعني انت خد كل الاعلانات الا الاعلان ده، بلاش تضغط على الاعلان ده لانه هيخصم منك، هو كاتب لك عليه ستوب دونت كليك، يعني ما تضغطش. ديت بقى نقطه الاعلانات، مش موضوع سهل، مش موضوع صعب جدا، موضوع سهل. تاني حاجه اللي هنتكلم عليها اللي هي لعبه الحظ. لعبه الحظ من هنا هندوس عليها، عندي 20 لعبة زي ما اتفقنا، انا لو مكسبتش دي الناس اللي بتكسب، اللي بيكسب 0.50 بيكسب 5 دولار، واللي بيكسب 1 دولار زي ما يعني موجودة عندك ديت مثلا، انت هتدوس مكسبتش استفدت نقطة. هنتكلم دلوقتي النقط بنبدلها فين وبنكسب منها هنا. مش بتاخد وقت جدا معنا، موضوع سهل جدا كده، بقالك 19 كده ما كسبتش، لو كسبت بكتب لك كلمه صغيره هنا كده، احنا خدنا مره واحده بقالنا 19 كده، بعد ما ناخدهم كده ونحاول يعني ممكن نكسب وممكن نكسبش، نخش على الاكونت لو عايزين نبدل النقط زي ما احنا شايفين النقط معانا ايه، 67 نقطه مثلا، وده الرصيد اللي معانا، لو بدلنا النقط هنبدله فوق، هندوس هنا على علامه زائد بدل النقط بالتريه، وهنا بتبدل بفلوس، على كل 1000 تاخد 1 دولار. طبعا احنا لو بدينا دول بنكوبي كده بس، دول هيعملوا كده بس، طبعا انت دولت بتوع يوم واحد او حاجه زي كده كده، اتبدلوا النقط بقت هنا خلاص، كل النقط اللي بتبدلها تطلع لك فوق، يعني انت كده كده النقط اللي انت بتاخدها من هنا او النقط اللي انت بتاخدها من هنا بتبدلها بفلوس، تمام. كده عندنا ايه تاني عشان نشرحه؟ المنتدى مثلا، كل يوم بيتم نشر السحوبات للناس الاعضاء، لان الموقع فيه اعضاء كتير ما شاء الله، عايز تشوف هنا السحوبات بتاعت الاعضاء بتدوس هنا. دي طبعا امبارح، يعني معظم الناس ناشرين امبارح، نشوف مثلا ده نشر 17 دولار صح. المهم يعني ايه، دي اهم الحاجات. طبعا المنتدى مهم جدا لو عايز تبادل الخبرات انت والاشخاص اللي موجودين، يعني عايز عندك سؤال تكتب هنا في الدعم العربي او في المنتدى العربي، بيرد عليك دايما الموجود هنا، الادمن الموجود هنا بيرد عليك، او انت بتاخد خبرات من الناس اللي موجوده بتتكلم معاهم في المنتدى العربي. ودي اهم النقط الموجوده عندنا. طبعا عندنا شرحنا الاثباتات، شرحنا طريقه الربح، ازاي ناخد الاعلانات، في بعض الحاجات هنا تقريبا مهمات زي ما احنا شايفين. تاني حاجه هنا مهمات، لو عرفت تعرف تعمل مهمات من ديت تاخد عليها المبلغ اللي موجود قصادها ده، بس نصيحة ما تغشش، يعني حاول ان انت تعمل المهمة زي ما هي موجودة، لان انت لو غشيت ممكن يقفل لك الحساب هنا
متستفادش حاجة. طبعا هنا لو عايز تعلن ممكن تشتري باقات إعلانية، ديت تتعرض مثلا لو عايز تعمل إعلان يتعرض أسبوع ب$5 في بيظهر في اللي هي لعبة الحظ دوت، في إعلانات تانية بتظهر جوه زي ما احنا شايفينها. طبعا حاجات يعني مش مهمة بالنسبة لنا أو بالنسبة للناس اللي بتدور على الربح. بالنسبة للناس اللي بتدور على الربح بتدور على طريقة الربح ازاي، وأنا شرحتها، طريقة إعلانات سهلة، طريقة اللعبة سهلة، ممكن ما ياخدش منك في اليوم يعني 10 دقايق ولا حاجة. في نقطة تانية في الترقية مهمة جدا برضو، كويس إن أنا افتكرتها، لما تيجي تشتري ريفرال نقطة مهمة جدا، من أقل من 250 الريفرال، الميت ريفرال بيبقى ب$15، أقل من 250 الريفرال بيبقى ب$15 تمام. لما بتعدي 250 زي أنا كده مثلا 390، أقل من 500 بيبقى ب$17 زي ما شايفين كده، المية ب$17 سواء ب$15 أو ب$17. انت ما تشتريش اكتر من 250 الا لما تشتري، لما يكون يعني انا بشتري مثلا 250 او وصلت ل 250، بيساعد يكون في ريفرال عندي ما بيحققليش ربح بحذفه. لما بحس ان انا 250 عندي كويسين ببدا اطلع لفوق، يعني ما تطلعش لفوق وانت اصلا عندك ريفرالات تعبان. حاول تظبط اقل من 250 الاول، وبعد ما تظبط ال 250 وشايف ان انت عندك امكانيه تعلى اعلى، ما تعلاش فوق ال500، خليك برضو تحت ال500 لحد ما تظبط ال500 عندك كويس. غير كده يعني اتمنى ان انا اكون شرحت كل حاجه. اللي انا بقوله ان انت ما تطلعش فوق ال500 لسبب واحد، لان انت التجديد وكل حاجه هيبقى عندك ب$15 بس، لكن لو جبت 250 او 255 بس زدت 5 ريفرال التجديد عندك هيبقى ب$17 زي كده بالظبط. لكن انا 17 او 15 انا الحمد لله يعني بحقق منه ربح كويس جدا، واتمنى ان الناس تمشي على الطريقه اللي انا شرحتها. وان شاء الله لو في اي حاجه انا ما شرحتهاش او في حاجه انا نسيتها اكتبوا لي تحت الفيديو، وانا ان شاء الله اتواصل معاكم، والرابط بتاع الموقع هحطه لكم تحت الديسكريبشن. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.